أوعز وزير المياه والري بحل إشكالية إسكان التطوير الحضري والوسط التجاري لمدينة رصيفة في محافظة الزرقاء، والتي عانت من انسياب مياه الصرف الصحي مخلفة روائح كريهة ومشاكل بيئية كثيرة، وذلك بعد أن بثت الحقيقة الدولية تقريرا خاصا نقلت فيه معاناة المواطنين هناك. مدير مياه الزرقاء المهندس زياد الشواقفة، والذي رافق كاميرا الحقيقة الدولية، قال بأن السبب وراء انسياب مياه الصرف الصحي هو قيام كوادر البلدية بوضع أطنان من الأتربة ما أغلق مناهل الصرف الصحي. الآن عندنا مشكلة يا أستاذ زكريا، وشرحت لك على قبل ما نبدأ أنه هذا الوادي يعني يتم طم المواد من قبل شركات تحدي الألفية والناس والمواطنين، مما يعني بيخلي مناهلنا تتكسر، وبالتالي حقيقة لابد انه تتعاون كل الجهود البلدية مع الشركات اللي بتعمل، مع إدارة شركة مياه هنا عقد الزرقاء، من اجل انه نلاقي حل لهذا المكان. وجوز انت على الواقع شفته وبتمنى انك تصوره. مواطنون ثمنوا لوزارة المياه الاستجابة السريعة لمطالباتهم، شاكرين الحقيقة الدولية بنقل مشاكل المواطنين في كل مناطق المملكة.